يواجه العراق خطرا حقيقيا يتمثل في الأمطار الحمضية التي قد تضرب البلاد بسبب الجو الكبريتي المتصاعد. منذ أيام تقارير علمية ذكرت أن العراق أصبح في صدارة الدول العالمية من حيث معدلات التلوث، فالهواء المشبع بغازات كبريتية وملوثات أخرى يسهم في خلق ظروف مثالية لتشكيل الأمطار الحمضية، ما قد يؤدي إلى آثار بيئية خطيرة على الصحة العامة والزراعة والبنية التحتية. خايفين ما من الأمطار الحمضية، يعني الجو هذا ما أعرف شنو، ريحة كبريت بس ما نعرف شنو سببه. ذبي وكبريت حيل عالي، حاجة صار عندنا اختناق، صار عندنا ربو والحمد لله. يعني هذا أبو الماطور أبو السيارة صار نسته تعبانة، لازم يحاسب المرور، يحاسبوا الحكومة، مو يعذي العالم. هذا يسوي مرض والمرض موجي علينا احنا ناس مقبان. وجهت السلطات المحلية في بغداد أصابع الاتهام إلى وزارتي الكهرباء والنفط بالإضافة إلى بعض المعامل الصناعية في البلاد، محملة إياهم مسؤولية التلوث الذي يجتاح سماء العراق. وأشار بعض المسؤولين المحليين إلى أن السياسات المتبعة في تلك الوزارات، خاصة فيما يتعلق بإدارة المصانع واستخدام الوقود غير النظيف في محطات الكهرباء، هي أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الأزمة البيئية متفاقمة. وزارة النفط اليوم شلون طتوا لهذه المعامل، وشون اكو معامل ما معطين اجازه، شلون يجهزون نفط اسود؟ هل تهريب؟ هل شغلات؟ هاي نقطه اساسيه نسال. فلهذا احنا نحمل مسؤوليه كامله وزاره النفط، وزاره الكهرباء، وكذلك وزاره البيئه. وسط هذه المخاوف ارتفعت الدعوات من قبل ناشطين بيئيين وأعضاء المجتمع المدني لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الكارثة، ويطالب خبراء بتطبيق قوانين أكثر صرامة ضد الجهات الملوثة، بالإضافة إلى التحول نحو استخدام مصادر طاقة متجددة ونظيفة للحد من التلوث الجوي وتقليل احتمالية الأمطار الحمضية التي تهدد البلاد. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة.